سنتدارسها ونصوت عليها اليوم، مشروع وثيقة ميثاق الأخلاقيات كآلية جديدة تنضاف إلى الآليات المعمول بها في منظومتنا الحزبية. إن المبادئ العامة المتضمنة في مشروع ميثاق الأخلاقيات تهدف إلى إحداث نوع من التكامل والتجانس فيما بين القواعد القانونية والتنظيمية والسياسية المؤطرة لعملنا الحزبي والسياسي، وبين المبادئ العامة المدرجة في تأطير مجموعة من الممارسات والسلوكيات الواجب توضيحها، ومن ثم الالتزام بها في ممارسة الفعل السياسي بنبل وأخلاق عالية أثناء تدبير الشأن المحلي والعام لتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين وخدمة لمصالحهم بتفاني وشفافية ونزاهة وحكامة. كما أنها مبادئ من شأنها إعادة الثقة في العمل السياسي وتعزيز مصداقيته وترسيخ منظومة القيم، وهي وثيقة ليست بالدخيل على ممارستنا السياسية ولم تفرضها أي ظرفية مهما كانت، وإنما جاءت تفعيلا لمضامين الخطب الملكية الثانية الداعية إلى تخليق الحياة العامة والعمل السياسي جزء منها، وهي تعبير عن وفاء الحزب لمرجعيات التأسيس، وتعبر أيضا عن الإرادة الشعبية للمواطنات والمواطنين. إنها وثيقة ليست موجهة ضد أحد ولا ضد المنتخبين بالمناسبة، الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعتز بمنتخبينا الذين بأدائهم المتميز ووفائهم للحزب جعلوا من أنفسهم فخرا لحزبنا، وأتمنى لكم أن تصفقوا عاليا على المنتخب. وقبل هذا وذاك تغلبوا من أجل مصلحة الوطن، منوهين بمساهمتهم الفعالة والناجعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية. إننا مدعومون اليوم أعضاء المجلس الوطني المحترمين لتشكيل لجان وظيفية للمجلس الوطني المنصوص عليها في المادة 95 من النظام الأساسي، وهي لجان بالأهمية بمكان في نسق منظومة أجهزتنا، وذلك بالنظر إلى كونها مؤسسات منتجة للسياسات العمومية لجميع القضايا المجتمعية، سواء تعلق الأمر بالمساواة والمناصفة وشؤون الهجرة والمواطنة والشفافية والحكامة ولجنة الأخلاقيات. ومن هنا أود شكر كل عضوات وأعضاء المجلس الوطني على تفاعلهم الجاد مع الاستمارة التي سبق ووجهناها لهم، وكان تجاوبهم منقطع النظير. وعملنا على توزيع الرغبات على اللجان المعبر عنها، وبهذه المناسبة ندعو جميع أعضاء المجلس الوطني الراغبين في العضوية بهذه اللجان وتحمل مسؤولية الإشراف عليها مشكورين أولاً على ذلك في إطار تعبيرهم النضالي للمساهمة في الرفع من الدينامية التنظيمية، لأن الانخراط في الصيرورة لا يمكن اعتباره التموقع في الهياكل وتركها بدون روح ودوران، وإنما من أجل الالتزام بإنتاج وإعداد برامج عمل وتنفيذها وإعداد تقارير دورية بشأنها، من أجل أن تواكب القيادة الجماعية الدينامية التنظيمية للحزب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد حان الوقت أيها السيدات والسادة لنتوجه جميعا إلى المستقبل بأفق واعي وبنفس جديد وبتعاون وتكامل في العمل وبإحكام العنصر التنسيق، والغاية طبعا هي إضفاء الجدية على هياكل الحزب من منطلق المصلحة العامة وليس الظفر بالمناصب من أجل المناصب. كما ندعو جميع المناضلات والمناضلين الذين سيتحملون المسؤولية في الأجهزة الترابية الحرص كذلك على تشكيل وتفعيل اللجان الموضوعاتية، لأن الغاية المتلى والهدف الأساسي من إحداث هذه الأجهزة هي تنزيل توجهات الحزب الكبرى بمقاربة تشاركية ومن زوايا مختلفة، وهذا هو العمل الجاد والمسؤول الذي من شأنه تقوية التنظيمات الحزبية. وفي الأخير اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس قطب التنظيم السيد سمير غدار على مقامه في هذه الفترة التي تلت المؤتمر الوطني
من مجهودات تنظيمية مهمة وصهره على تحديد جدولة زمنية للشروع في عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية، وكذلك بإشرافه على مواكبة أعضاء الحزب الذين ترشحوا للانتخابات الجزئية وفازوا جميعا بمقاعدهم بدعم ومساندة من كافة هيئات الحزب. وهذا مؤشر قوي على أن مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي مرغوب فيه، وما زال المواطنات والمواطنون يثقون في برنامج حزب الأصالة والمعاصرة. كما لا تفوتني الفرصة دون التنويه باللقاءات الجهوية التي عقدها مختلف الأمناء الجهويين مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني، وبتوجيه من القيادة الجماعية لشرح مضامين الوثيقة السياسية والنظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي صادق عليه المؤتمر الخامس. وقبل الختم اسمحوا لي أن أقدم أمامكم بعض الإحصائيات بخصوص تركيبة المجلس الوطني. هذه فقط بعض الأرقام على التركيبة اللي كانت لها المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بعد انتخاب عضوات وأعضائه خلال المؤتمر الوطني الخامس. فشفتوا في الأول، عندنا رجع عبد الله، عندنا في الأول تركيبة اليوم هي ديال 70%، 80% ديال أعضاء المجلس الوطني هم ذكور، و 20% نساء. ونطمح إن شاء الله أن نرفع من هذه النسبة على ربي. عندنا أيضاً 70% من أعضاء المجلس الوطني هم من أعضاء المجالس المنتخبة، و 30% من غير المنتخبين، إن شاء الله تنتمنوا أنهم حتى هما نشوفوهم في الانتخابات الجاية من المنتخبين في إطار التكوين اللي كيحصلوا عليه في مدرسة حزب الأصالة والمعاصرة اللي كنعتبروها مدرسة ديال المجالس. وعندنا نتائج جميلة جدا، وهي أنهم الغالبية القصوى ديال أعضاء المجلس الوطني عندهم مستوى جامعي، 22% عندهم مستوى ثانوي، 6% إعدادي، و 4% ابتدائي، وكلهم عندهم تجارب في المجال المهني والجمعوي والنقابي مهمة جدا. أرقام ثانية أنه اليوم جديد ديال المجلس الوطني تم 55%، يعني 55% من أعضاء المجلس الوطني اليوم هم أول مرة تيوصلوا العضوية في هذا المجلس، وهذا كيدل على شيء، فكيدل على التدرج اللي عرفوا المسار النضالي ديال المناضلات والمناضلين، بحيث أنهم كسبوا ثقة الأقاليم ديالهم باش يجي يمثلوها في المجلس الوطني. وباقي الأرقام أنتم كتشوفوها فقط 3% اللي هذه الولاية الخامسة ديالهم، وما تبقى فكيتراوح الأرقام ديالهم بين 16 ثاني ولاية و 19 ثالث ولاية. نمر راسي. وأخيرا وليس آخرا، هو أنه عندنا 25% استطعنا أو 26% وصلنا لها ديال تركيبة المجلس الوطني هي من الشباب، وهذا كما ينص عليه القانون الأحزاب والنظام الأساسي للحزب. كنظن هذه آخر الأرقام. أيضا عندنا كيف كتشوفوا تمثيلية ديال الفئات المهنية اللي كتشوفوا كاين واحد الغنى فيها، واحد التنوع من خلال مدراء الشركات، المستثمرين، الموظفين، المقاولين، الفلاحين، المحامين، تجار، اطباء، وايضا مهن اخرى اللي هي عديده جدا ما قدرناش نبقى نفصلوا فيها بزاف باش ما نهفوكمش في الاستماع لهذا العرض. وشكرا لكم على المساهمه. كما ايضا اخر وهو مهم بالنسبه لي ايضا، هو عندنا 56% ديال العضوات واعضاء المجلس الوطني كينتميو عندهم انتماء جمعوي ونقابي او نقابي، وهذا كيبين على ان الاعضاء ديال المجلس الوطني كلهم مناضلين في الجمعيات وعندهم اهتمام بالشان العام حتى من خارج الحزب. وشكرا لكم على حسن الاستماع. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.